بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الجمعة في آذار 13 آذار، وأنا في طريقي الحمد لله إلى إلقاء خطبة الجمعة في المسلمين في إحدى السجون، ويتراوح عددهم بين 80 إلى 90 سجين، والحمد لله الأكثرية ساحة اعتنقوا الإسلام في داخل السجن، وهم طبعا مخلطين يعني من سود ومن بيض ومن إسبان وإلى آخره. كنت أتحدث عن ما يحصل في العالم الإسلامي الآن بشكل سريع يعني، ولكن حبيت أعلق على بعض الأمور. أول شيء على قضية ما يسمى في شرم الشيخ اللي هو الاقتصاد أو الاجتماع من 100 دولة، هذا كله كلام ساخف سخيف جدا، وبتذكرني في الآية الكريمة اللي بتقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذا المجرم القاتل هذا السيسي، ولكن أنا بصراحة ما بلومش السيسي، أنا بلوم هؤلاء اللي بيساندوه، وأهم شيء اللي هي المملكة العربية السعودية، وهذه المساندة مساندة على الظلم والطغيان وعلى وليست على أي شيء في مصلحة الشعب السعودي نفسه أو الشعب العربي أو الإسلام نفسه أبدا. وأتأسف على دولة المؤامرات اللي أنا بطلع فيها المؤامرات من أبو ظبي، لأنه هي اللي بتعمل كل الأمور هاي كلها، ومش عارف أنا من وين هاي الأفكار اللي عندهم، من وين هاي الأموال اللي بيجيبوها وكله. ولكن أنا أتوقع أنه حتفشل هذه الحفلة أو الاجتماع الاقتصادي، لأنه القضية ما هي قضية أنه والله عبارة عن وعود وأمور بهذا الشكل، وإنما الشعب لازم يشعر فيه، والشعب إذا ما شعر أنه في عنده حرية كاملة يتكلم وما بقدر يصبر على الجوع ولا شيء من نوع، وإنما قضية الطغيان اللي بيقوم فيه عبد الفتاح السيسي هذا شيء لا يمكن يقبله الإسلام. والحقيقة أنا تذكرت إنه الملك سلمان مؤخرا أمر بصرف راتب لمدة شهرين لكل شخص في المملكة العربية السعودية بيكون يعني في الوظيفة أو شيء من نوعه إلى آخره، وقبله الملك الراحل عبد الله دفع مليارات من الدولارات إلى الشباب هيك يعني زيادة برواتب أو مرات بدون أي شيء. ليش؟ طبعا هو بالنسبة له شيء هذا كويس مشان يعني يساعد الشعب وشيء من نوع، ولكن كله عبارة عن يكسب عطف الجمهور والناس. وأنا أتأكد تماما أنه لو هؤلاء الإخوة السعوديين تذكروا ويعرفوا يتذكروا أنه والله لا يؤمن، الرسول عليه السلام قال والله لا يؤمن 3 مرات، قالوا له ومن هو يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره جائع. فأنا أستغرب يعني لو أنه الملك سلمان أو شيء من نوع قال حنعطي راتب بدل شهرين نعطي شهر بس، ولكن قال انه هذا الشهر اللي احنا بدنا نعطيكم اياه بدنا نبعثه الى الاخوة في سوريا، الى الاخوة في غزة فلسطين، الى قد يكون في الجوعانين في الصومال وشي من نوع. انا متأكد انه كل الاخوان السعوديين حيوافقوا على هذا الشيء ويأيدوا هذا الشيء. يا اخي لا تحاولوا دائما كله تحاولوا انه الواحد يفكر في دولته في الموقع الجغرافي هذا بتاعه بأي سبيل بده يحاول يجلب عطف الناس، وكأنه القضية هي عبارة عن قضية
انتخابات، يعني بدهم يحصلوا على أصوات أكثر. لازم تفكروا دائما أنه أمامكم هو الله سبحانه وتعالى، أمامكم القرآن الكريم، أمامكم الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم تفكروا بهاي الأمور كلها، ما تحاولوا بس هذا. وأنا بصراحة أقول لكم أنه الجماعة اللي الدول اللي أنا بعتبرها من الدول اللي بيجي منها الشر، أنا بسموها المحور الشر. أنا بعتقد في نظري ثلاث دول: الدولة اليهودية الصهيونية، ودولة سنية هي الدولة السعودية، ودولة شيعية هي دولة إيران. طبعا من ناحية الدولة اليهودية أو الصهيونية اليهودية، هاي كلها عبارة عن شر، هي قامت على شر، كلها شر، ما في أمل إنه تتغير طريقتها. وطبعا المحور تاعها منتشر هذا قوي جدا، ويصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكونغرس، إلى البيت الأبيض كله. ولذلك من أصعب المحاور اللي نحاربه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو حيهزمهم، لأنه غير صحيح، غير عادلين في طريقتهم. ولكن الشيء اللي بتأسف، محور أحد شرور اللي بتخرج محور من الدولة السنية اللي هي الدولة السعودية. لماذا؟ لأنه الدولة السعودية إلى محاور، منها طبعا دول الخليج باستثناء طبعا قطر ومصر، وهاي الدول كلها عبارة عن بتحاول إنه إيش، بتساعد القضاء على الربيع العربي، بتحاول تقضي على كل شيء. وأكبر خطأ ارتكبه أنا في نظري هو تأييدهم إلى السيسي، ودفع مليارات من الدولارات بدون حق وبدون شيء. هذه المليارات لا تصل إلى الشعب المصري الجائع اللي بحاجة، وإنما تصل إلى جيوب العسكر، إلى جيوب اللواء الفلاني وكذا. وأكبر خطأ ارتكبه هو الملك الراحل عبد الله، هو هذا الشيء اللي عمله في مصر، وتأييده للسيسي، ومحاولة القضاء على الربيع العربي، أو ما يسمى أنا بالنسبة لي النهضة الإسلامية. والحقيقة أنا ألوم في هذا الناحية الأمير فيصل، الأمير سعود الفيصل اللي هو وزير الخارجية من السبعينات ولحد الآن. الحقيقة مع الأسف أنا في إحدى المرات قدمت له رسالة عندما في جنيف في الثمانينات 1988 إلى آخره، ولا أريد الآن أن أدخل في هذا المواضيع. ولكن أنا في نظري أنه السياسة الخارجية السعودية سياسة مدمرة وسيئة جدا، ومن أوسخ السياسات الموجودة. طبعا هل يمكن السعودية أن تتحول من محور شر إلى محور خير؟ نعم ممكن تتحول. كيف تتحول؟ أول شيء الاتجاه. هذا الملك سلمان ممكن أنه يعمل اتجاه صحيح، يصحح الشيء كل هذا. وأنا أعتقد بمعاونة الشباب اللي دخلوا الآن، اللي هو ابنه اللي هو محمد، وابنه الآخر وابن أخوه الآخر اللي هو الأمير محمد ابن نايف ابن عبد العزيز. طبعا هؤلاء المحمدين ممكن يكونوا كويسين، ممكن يعني يعدلوا الأمور إن شاء الله. ولذلك أنا بالنسبة لي للسعودية، حتى سياستها تمشي بهذا الشيء، تضع يدها في يد قطر، وتضع يدها في يد تركيا. هذولا الدول اللي في نظري، وخاصة تركيا، هي أفضل حاليا سياسة خارجية موجودة في العالم العربي والإسلامي كله، هي قطر، اللي هي بتساعد على أساس ضد الظلم، وخاصة ما يقوم في سوريا. أما دولة الإمارات، فأنا أحض الدول الأخرى اللي هي متحدة في الإمارات إنها تتحرك وتلجم هذا الشخص اللي هو الرئيس والمسؤول في دولة أبو ظبي، اللي هو بيعمل كل شيء قاعد هذا، وبروح بأيد الظلم والطغيان كله الموجود في مصر وفي ليبيا وإلى آخره. الشيء الآخر من ناحية دولة إيران، كانت ممكن أن تكون
موقع استراتيجي للعالم العربي الإسلامي، تكون عندها أخوة إسلامية وشيعة، ممكن يكون عندهم يعني يمكن يحاربوا الطغيان ويحاربوا دول الاستكبار وإلى آخره، ولكن يروحوا يساعدوا بشار الأسد وفي على الظلم والطغيان وعلى قتل شعبه، هذا لا يمكن يقبل بأي حال من الأحوال. والحقيقة أنه تصنيف الإخوان المسلمين وكل ما يرتبط فيهم، وخاصة مثلا الإصلاح في 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 اليمن، هذا شجع الحوثيين هؤلاء الشيعة المتطرفين اللي أضعهم أنا في سلة الطغيان اللي موجود في سوريا، هؤلاء تشجعوا على أساس أنه يعني يعملوا هاي الانقلاب اللي قاموا فيه في 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 اليمن. وأنا أستغرب أنه إذا كان السعودية ودول الخليج بتسمي الحوثيين انقلاب انقلاب، ولكن ما بتسمي السيسي انقلاب. هذا قمة النفاق، هذا قمة النفاق عندكم. هذا لازم يكونوا عادلين في 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 أفكاركم وفي ال وفي الجادجمنت، يعني اللي هو أن تقولوا الحق، قل الحق ولو على نفسك. على كل حال أنا أقول هذا الشيء، وأنا بصراحة أنا أحب السعودية والشعب السعودي شعب ممتاز، وعشت أنا في هناك، وإخواني وخواتي في هناك سعوديين، ولذلك أنا ما لا أتمنى إلا الخير للسعودية، ولكن سياستها الخارجية من أسوأ السياسات، وخاصة بعد ما مات المرحوم الشهيد اللي هو الملك فيصل. والحقيقة أنا أقول إلى أولاده، وخاصة إلى ولده اللي هو سعود الفيصل، إنه بالحقيقة سياساتك الخارجية اللي بتعملها ليست تسيء للإسلام، وإنما تسيء إلى ذكريات والدك المرحوم الملك فيصل اللي كان رجل دولي، الذي كان فعلا رجل يعني يسير في الاتجاه الصحيح. ولذلك وأريد أن أعلق على شيء يعني شيء شوي رغم أنه مضحك ولكن فعلا يعني مشكلة. فأنا قرأت أنه حوالي 500 مش عارف بعض الألوف من الناس اللي في العراق اسمهم عمر راحوا مشان يغيروا أسمائهم، لأنه الشيعة المتطرفين كانوا حيقتلوهم على الهوية أنه اسمه عمر. فأنا قلت لنفسي يا ريت لو يسموا أسماء أمراء سعوديين، أنا اقترحت أمراء سعوديين اللي هو أسماءهم لا هي عربية ولا هي إسلامية. يعني مثال على ذلك الأمير مقرن مثلا، ولا الأمير متعب ابن عبد الله، ولا تركي، ولا بندر. هاي أسماء مش عارف من وين أجت هاي. على كل حال أنا هاي يعني شيء بتضحك يعني. وعلى كل حال أنا خير الأسماء ما حمد وعبد. فأنا أعتقد إنه الأسماء الشباب هذول اللي أجوا الآن مع الملك سلمان، أنا أتأمل فيهم خير. على كل حال هذا ما أقول لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.